بص يا ماما، انا بقالي كتير قوي باجل الموضوع ده عشان خاطر عبد العزيز والولاد، بس كده كتير، من حقي اعمل حاجه عشان نفسي. ايه رايك؟ رايي انك حماره. ايه يا ماما ده؟ بقولك عايزه اخلص الماجستير، تقولي لي انت حماره؟ يعني عشان تعملي حته ماجستير تضيري جوزك من ايدك؟ ايه اللي هيطيره يعني؟ مش فاهم. ما هو لما تبداي في الماجستير هتتلهي عن طلبات الولاد وطلبات البيت وطلبات عبد العزيز، يقوم هو يفكر يلعب بديله. عبد العزيز اصلا ما عندوش ديل عشان يلعب بيه، ده بيكسف من خياله، ده عشان يقول لي انه عايز يتجوزني قعد اسبوع مثلا عشان يقدر يتكلم. والله ضحكتيني، مش بقولك انك حماره؟ الكلام ده كان زمان، ايام لما جه يخطبك قبل ما يتجوزك كان لسه خام، ما بقاش راجل وماله هدومه زي دلوقتي. الواحد من دول لما بيحس ان هو بقى راجل وماله هدومه عقله بيفضى. اساليني انا، ما تبصيش على النسمه اللي جوه اللي هو ابوكي ده. لا، ما بقاش كده يا حبيبتي غير بعد مجهود سنين. لا بس انا عمري ما حسيت ان زيزو ممكن يخوني. احنا صحيح بنتخانق بس مش لدرجه انه يبص لواحده غيري. يعني المشكله مش فيه هو، المشكله ممكن تبقى في الست. لما تتشغلي وتسحبي شويه تقوم واحده ناطه وتعمل الحاجات اللي كنت بتعمليها. لا فسري شويه يا ماما من فضلك عشان انا ابتديت اتوتر. انا مش عايزه افسر ولا عايزه افول في وشك، بس انا عايزه اقولك ان انا اخر مره كنت عند عبد العزيز في البنك شفت واحده صغيره كده من دور ولادكم عماله تتحنجل وتروح وتيجي، عامله فيها سعاد حسني في صغيره على الحب. الله الله، صغيره على نفسها، اسمها ايه الحلوه؟ هدي نفسك شويه، هدي اعصابك، عبد العزيز راجل زي الفل. اسمها ايه يا ماما قبل ما ارتكب جريمه؟ لا جريمه ولا حاجه، هي اسمها كاميليا بس انا ما قلتش حاجه. ماشي، استعنى على الشقه بالله. تعالي، راحه فين؟ والقهوه. ماشي يا عبد العزيز. لا حول ولا قوه الا بالله.